هذه الدورة عندها علاقة بالدام. أشنا هو Document Object Model؟ كيفاش نقدر نخدمه به؟ وأشنا هما اللي زاليمون اللي كيخولوا لنا بأننا نمانيبوليو هذا الدام؟ هذا الدرس بالضبط غيكون مدخل لهذا الدورة باش نفهموا بعدها أشنا هي دام. أوكي، دام اختصار ديال Document Object Model. ولكن قبل ما نفهموا أشنا هو الدور دياله أو نيفو ديال JavaScript وكيفاش كنقدروا نمانيبوليو وأشنا هو exactly، أرى نديره بعد واحد تذكير. شنو هو التذكير؟ ولا نقدر نسميه قاعد توضيح. بالنسبة لك أنت كJavaScript developer، أوكي، تخدم JavaScript اللي هو language. ولكن لخصك تعرف بأن JavaScript كlanguage هو لونغاج قائم بذاته، يعني بوحده. دونك specs ديالو ولا specifications ولا language كيفاش كتحط عندها علاقة بECMAScript. هو الأورغانيزم اللي كيتكلف بهذا الشيء، دونك كيفاش يحط داك اللونغاج، كيفاش كيدير ليه دي ميزاجور بزاف ديال الحوايج. اوكي، الدام في الجهه الاخرى عندنا هو واحد لابي اللي عنده علاقه مع البروزر. استروا لي على هاد الابي، لان جافا سكريبت كتستعمل كلونغاج غير باش انترفاسي مع هاد لابي اللي هو الدام والبروزر. اوكي، دونك دام اي بي اي، قبل ما نشرحوه شنو هو وشنو كيدير غير تعقل عليها، دوم اي بي اي هو في البروزر، هو في الانجن ديال البروزر ماشي في اللانجويج ديال جافا سكريبت. دونك جافا سكريبت هي اونتيتي بوحدها و دوم اي بي اي هي اونتيتي بوحدها. دونك هنا في هاد اليمن عندنا البروزر وفي اليسار عندنا جافا سكريبت لانجويج، ومن بعد كان انترفاسيو بيناتهم بواحد لانجويج. كيف ما كنشوفوا هنايا عندي ثلاثه ديال البروزرز، مثلا جوجل كروم وفايرفوكس وسافاري، بثلاثة مانتجرين دوم اي بي اي. هاد الدوم اي بي اي هو اللي كيتكلف بان نمانيبوليو. دونك جافا سكريبت كيف ما قلنا هو واحد لانجويج اللي كيانتيفاسي مع هاد الاي بي ايز. وهنا كناخذ غير اكزامبل ديال الكود، من بعد غادي نكتشفوا شنو كيدير. هاد الكويري سيلكشن اللي كنخدموا بها اللي كاين او نيفو ديال هاد دوكيمنت جلوبال اوبجيكت، هادي كنخدموها ماشي في جافا سكريبت لانجويج، هادي غير واحد لونغاج اللي كيانتيفاسي فيه مع الاي بي. دونك هادشي مانتجري او نيفو ديال الاي بي. بحال اللي قلتي set time out، set time out هي واحد الفانكشن اللي كنخدموا بها في جافا سكريبت، ولكن غير كان انترفاسيو فيها مع الويب اي بي اي فيه واحد التايمر. اوكي، بلا ما ندخلكم في لي كومبلكسيتي، هنا دوم اي بي اي واحد جوج، هاد دوم اي بي اي كاين في البروزر ما عندوش علاقه باللانجويج اللي هي جافا سكريبت. ثلاثه عندنا داك اللونغاج اللي كنخدموا به كان انترفاسيو ما بين جافا سكريبت والبروزر باش كنكومونيكيو ما بيناتهم باش كنقدروا نديروا دي مانيبيولاسيون نيفو ديال الدام. اوكي، دونك الفكره هنا في هذا السلايد ولهذا المدخل بان جافا سكريبت بوحده والدوم اي بي اي بوحده، دوم اي بي اي كاين في البروزر او جافا سكريبت كلانجويج هو لانجويج قائم بذاته. دونك الدام عندها سبيسيفيكيشنز ديالها و ECMAScript 6 ولا ECMAScript سوري سبيسيفيكيشنز هادو عندهم علاقه بجافا سكريبت. دونك جوج ديال السفير اللي هما سيباري كنكونيكتيوهم بواحد اللونغاج باش كنديروا الكومونيكاسيون ما بيناتهم. دونك هذا مدخل رئيسي. أرا نشوفوا دابا أشنو عندي هنايا وأشنا هو الدام وأشنو كيطرا أو نيفو ديال هذا الدام. أوكي، كيف ما قلنا دام هي الأكرونيم ولا الإختصار ديال Document Object Model. ولكن أرا نشوفوا واحد الإكزامبل عندي هنايا. أشنو عندي في هاد السكيما ولا في هاد الشيما هنايا؟ أولا هذا عندي بروزر، خليت فيه واحد الباج HTML. عندي هنايا لتحت واحد الريندرين إنجن، واحد الانجن اللي هو غيت فيه بزاف ديال لي زليمون، فيه بزاف ديال لي بار، كيدير بزاف ديال الحوايج. ولكن حنا اللي كيهمنا هنا هو واحد البار منه اللي هو واحد لابي اللي قلت لكم دام اي بي اي. هاد الدام اي بي اي اشنو كيدير من كنحلوا واحد لاباج HTML؟ هاد الدام اي بي اي كاين في الريندرين انجن، اشنو كيدير لهاد لاباج HTML؟ هذا هو السؤال. دونك هنا عندي واحد لاباج HTML سامبل فيها واحد لامبريكاج ديال لي تاغ تاكس HTML. اي اولا بعدا البريفيو ولا الفيزيوال ديال هاد البار، هذا هو الكود وهذا هو الفيزيوال. ولكن دوم اي بي اي اش كيدير؟ دوم اي بي اي الدور ديالو هو هذا، اش كيدير؟ كيشد هادوك HTML اللي كتبتيه نتايا. دونك عندك واحد ستراكشر HTML كيتستعمل باش نستراكشريو الكود ديالنا، كنكريو واحد الدوكيمنت اساس كنخدموه باش نستيليو به، ولكن حنا الHTML اللي كيهمنا هو كنستركتشرو به لي دوني. دونك حنا مستركتشرين، عندنا واحد ستركتشر ديال لي تاغ هنا.
الدوم اي بي اي الدور ديالو هو يشد هادوك لي زيليمون كامل اللي حطيتي انت اونيفو ديال الاش تي ام ال وكيديكومبوزيهم. هادوك لي زيليمون شنو كيسميهم الدوم اي بي اي؟ كيسميهم نودز. لي زيليمون كيسميهم نودز. ها هما دينا ومن بعد هادوك النودز كنكريو بهم واحد لامبريكاج كبير اللي كيتسمى الدوم تري. دونك باش نفسروه، هاد الدوم اي بي اي كيشد اي باج اش تي ام ال شي كرييتيها كيشدها كيديكومبوزيها لواحد الفورم ديال النو. راه ما كيديرش غير هاد الشيء، راه الدوم فيه بزاف ديال لي زيليمون. ما انا حاولت هنا نعطيكم غير جزء اللي كيهمنا حنايا. دونك الدوم كيشد هذيك لا باج اش تي ام ال اللي حطيتيها نتايا، ها هي سامبل، كيشوف لامبريكاج ديالها كيفاش حاطها انت، وكيشد هذوك لي نو كاملين وكيكري منهم واحد التري. اشنو عندنا هنا اونيفو ديال التري؟ عندنا واحد الجلوبال اوبجكت، نقدر نسميوه جلوبال فيربول اللي هي دوكيمنت. هاد الجلوبال فيربول اللي هي دوكيمنت اصلا ديجا كاينه في واحد الجلوبال فيربول اللي هي ويندو، نشوفوا هادشي من بعد. دونك هاد الدوكيمنت اللي هو جلوبال اوبجكت هو اللي كيانتيغري فيه هاد التري كامله، كيشوف الامبريكاج اللي عندك اونيفو ديال الكود. اشنو الامبريكاج اللي عندي اونيفو ديال الكود؟ عندي واحد طاق اش تي ام ال وسط هيد، واحد طاق هيد وسط تايتل. دونك يجي هنا كيحط اش تي ام ال وسط هيد وسط تايتل، وهادو كاملين غادي زوجي. وعلاش كيدير هادشي هاد الدوم اصلا؟ باش نقدروا نديروا دي مانيبيولاسيون اونيفو ديال هاد التري، باش نقدروا نموديفيو نزيدو ولا نديروا ابديت ولا اي بيهافيور حنا بغينا نديروه اونيفو ديال الاوبجيكت. لان كيف ما كنعرفوا جافا سكريبت كتخدم بالاوبجيكت. دونك حنا ملي كتولي عندي واحد التري، كتولي عندي واحد التري اللي هي اكسيسيبل كنقدر نخدم بها، دونك كنقدر نبدا نمانيبيولي هاد التري كيف ما بغيت. دونك الاوبجيكت كنقدر نمانيبيولي. دونك هاد التري كيف ما قلنا وصلنا للتايتل، هاد باري كاينه في نفس النيفو ديال هاد. دونك التري غادي تكون هيد او باري يعني في نفس النيفو. اي اتش 1 ولا هاد الهيدينغ كاين او نيفو ديال باري يعني وسط نستد، نقدروا نستعملوا هاد الوورد عقلوا عليه نستد، نستد وسط من باري. كاينه حتى الاتريبيوت، واحد الاتريبيوت عندنا هنا هي كلاس. حتى الكونتنت مثلا هنا او نيفو ديال التايتل عندي واحد التكست اللي هو هيلو وورد، ها هو كاين او نيفو ديال التري. وهاد هيلو كاينه حتى هي وسط اتش 1، ها هي حتى هي كاينه وسط التري. اوكي غنعاودو ونديرو واحد ريكابيتولاسيون هنا. دونك انت ملي كتكري واحد الكود اش تي ام ال ديالك، الدوم اي بي اي اللي كاين في الريندرين انجن، الدور ديالو هو يشد ديك لاباج اش تي ام ال ديالك اللي هي هادي، ديكومبوزيها النودز. اوكي دوم نودز، عقلوا على هاد لي مو تكنيك باش الا كنتو كتقراو شي ارتيكل ولا شي حاجه تفهموه. من بعد كنكري واحد الدوم تري، هاديك واحد الشجره اللي فيها كاع لي زيليمون ولا فيها كاع الدوم نودز. علاش هادشي كامل كيديروا هاد الدوم اي بي اي؟ باش نقدروا نديروا دي مانيبيولاسيون، باش نقدروا نمانيبيوليو هاد الدوم من بعد نتحكموا فيه، يعني نحيدوا منه اليمون ولا بغينا نحيدوه نزيدوا اليمون. هادشي كيولي دايناميك، نديروا ابديت لواحد الكونتنت، نشونجيو واحد الكلاس لو نون ديالها على حساب انت اللوجيك ديال البروغرام ديالك شنو فيه. اوكي خدينا هنا واحد البيزك ايديا على الدوم اي بي اي. دونك دوكيمنت اوبجكت موديل شد اش تي ام ال كود ديكومبوزي النودز، من بعد كري منهم واحد التري اللي تقدر تمانيبيولي من بعد. ارا ناخذ هنا واحد ليكزامبل، نعرفوا شنو هو لا ديفيرونس ولا شنو هو اوجه الاختلاف ما بين الدوم والبوم. وغنشوفوا حتى واحد ليليمون واحد اخر هنايا اللي هو جافا سكريبت. اوكي شنو عندي هنا؟ عندي واحد الجلوبال اوبجكت اللي هو ويندو. بغيتو تعرفوا هاد الجلوبال اوبجكت شنو هو، ارا ندخلوا هنا النافيغاتور عندي، هذا الشيء في كروم، غتحل الكونسول وغادي دير ويندو. ويندو ان فوا انت كتكري واحد لاباج اش تي ام ال كتحل البروزر ديالك، هاد ويندو عندك اكسيسيبل. ويندو فحال هكا ديك الفون ادخل اللي تجي منها. دونك اكسيسيبل هاد ويندو واش فيه؟ هاد ويندو فيه بزاف ديال واحد الاوبجيكت كبير، فيه بزاف ديال لي زيليمون، فيه بزاف ديال البروبرتيز اوبجيكت كبير. دونك حنا اللي كيهمنا كيهمناش الاوبجيكت كاوبجيكت كامل، لانه عنده علاقه بالبروزر. حنا اللي كيهمنا هو هاد ويندو اشنو فيه. ويندو الاليمنت الاول اللي فيه اللي عنده علاقه بالدوم كيف ما قلنا هو دوكيمنت. دونك باش انتيغري ولا باش ناكسيديو ليه حنايا غندير هنا ويندو دوكيمنت. هاد ويندو دوكيمنت الا شديتو ديفلوبيت هنا كتشوفكم كواره افيشاليه، يعني لي زيليمون اللي كاينين او نيفو ديال داك لاش تي ام ال كود ديالي. بغيتي نشوفوهم سو فورم ديال واحد الاوبجيكت، غندير واحد الكونسول داير وغنجي هنا وغندير ويندو دوكيمنت، غنديفلوبي هاد الدوكيمنت وغتشوفكم كواره افيشاليه كاع البروبرتيز. وناخذو اكزامبل، ها هي هاد باري، هاد بادي هادي
اللي كاينه element ولا DOM node واحد body الا شديتيها وديفلوبيتيها غتلقى بانك تقدر دير عليها بزاف ديال الحوايج. يعني هذا هو لوبجيكتيف كيف ما قلنا هنايا كتكري هاد التري ها هي مثلا فيها هاد body ولكن هاد body بغيتي دير عليها شي حوايج باش تاخذ ديزانفو عليها باش مثلا الا كانت فيها شي كلاس ولا شي حاجه بغيتي عارف الكلاس اللي فيها دونك كاع داكشي كيولي عندك اكسيسيبل هنايا. دونك هادي واحد الدوم نود اللي كتقدر تاكسي ليها او نيفو ديال هاد ويندو. اوكي كاينين بزاف ديال زين كاين حتى الدوك تايب حتى هي كتكون او نيفو ديال التري لهاد حتى هو يعني نود. اي كاينين بزاف ديال زيليمون حنا اللي ما تيهموناش حنا مكونسونطرين دابا غير على التري. دونك هاد التري اللي عندنا هنايا دونك هاد الدوكيمنت اللي عندنا هنا هو واحد الاوبجيكت كبير عنده علاقه بالدام. اللي كيهمنا حنايا في الدام ولا في هذا الموديل كامل هو كيفاش كتستركتشر هذيك لاش تي ام ال وكيتقسم وكيولي واحد التوي. دونك دوكيمنت كاوبجيكت كاين في ويندو دوكيمنت كاوبجيكت كاين في ويندو اللي هي جلوبال فيربول وهذاك دوكيمنت هو فيه كاع لي زيليمون اللي عندهم علاقه بالدام واحد. دونك الدام كاين في دوكيمنت اي حاجه انت حنا بغيتي تاكسيدي ليها غتاكسيدي لها او نيفو ديال دوكيمنت. سو الويندو كجلوبال اوبجيكت اشنو فيه ثاني؟ فيه واحد الابي وحده اخرى بام. بس نرجعو ديما حط في بالك كدام راه ابي كدام كتانترفاسي فيه مع جافا سكريبت. دونك ليليمون الاول اللي كاين هو الدام اي بي اي والليليمون الثاني اللي كاين هو البام اي بي اي. اشنو هو الفرق؟ دام Document Object Model BOM Browser Object Model. أشنا هو هذا Browser Object Model وأشنو كيدير exactly on niveau ديال الكود ولا on niveau ديال حنا من كنبغيو ناخدو ديزانفو. كاينين بزاف ديال الزيليمون هنا اللي كنشوفو عندي Navigator Screen Location Frames History. أوكي شنو شنقول هنا؟ البام هو كيفاش تقدر تاخد ديزانفو على ذاك البروزر اللي انت خدام به ولا اي حاجه اللي عندها علاقه بالمتصفح ماشي عندها علاقه بداك الكود اش تي ام ال اللي كتبتي ما عندهاش علاقه بداك التري ولا داك النوت تري اللي كتبناها. لا ناخذ اكزامبل باش توضح لكم الصوره اكثر. ارا نخدموا بهذه نافيغيتور اللي كاين او نيفو ديال البام اوكي باش تعرفوا بان عندها علاقه مع البروزر. دونك غادي نجي هنايا انا وغندير ويندو وكيف ما قلنا راه هاد نافيغيتور كاين او نيفو ديال ويندو. دونك غندير نافيغيتور وكتشوفكم كوا عطاني بعض المعلومات اللي عندها علاقه بالنافيغاتور اللي انا خدام به. سو البام غيعطيني دي زانفو ودي فونكسيوناليتي اللي عندهم علاقه بالبروزر وكيفاش انتراجي مع البروزر مع المتصفح. الدام كيفاش انتراجي مع داك التري ولا كيفاش انتراجي مع الاش تي ام ال ديالي. لا البام في العكس ديالو كيفاش انتراجي مع البروزر وكاينين بزاف ديال الفونكسيوناليتي هنايا. إلا خدينا هنا مثلا هاد ويندو نافيغيتور هاد ويندو نافيغيتور عندها علاقه بجوجل كروم. انا هنا حل جوجل كروم هادو هما الفاليوز اللي عطاني مثلا الاب نيم بلوتوث ولا ويفر لانجويجز. إلا خليت مثلا من نفس نافيغاتور واحد اخر هذا فايرفوكس وبشيت درت ويندو وندير مثلا نافيغيتور غتشوفكم كوا يقدر يكونوا دي فالور اللي هما شويه مختلفين. مثلا خدينا غير اللانجويج هنا كنشوفكم كوا عندي يو اس اي ان انجلش وهنا عندي اف اف زيد. دونك الفاليو ديال البام يقدر يختلف من البروزر للبروزر وكيفاش مانتيغرين هاد البام كاي بي اي او نيفو ديال البروزر يعني او نيفو ديال المتصفح. ولكن حنا اللي كيهمنا من هادشي كامل ماشي كيفاش البام انتيغري في المتصفح مي سيرتو كو هو واحد الاي بي اي اللي كاين او نيفو ديال الانجن ديال البروزر اللي كنقدروا انترفاسيو به مع البروزر اما ناخذوا عليه يعني معلومات اما فحال من خدينا هاد نافيغيتور يعني اكزامبل ارا نديرو سكرين باش نديرو اكزامبل واحد اخر. نمشي هنايا وندير سكرين وغيعطيني معلومات على السكرين ديالي. اوكي عطاني السايز هنايا يعني 920 يعني هنا كوم كوا فول اتش دي تقريبا اعطاني دي زينفو ولا عطاني بعض المعلومات اللي عندهم علاقه مع هاد السكرين اللي انا حل فيها البروزر. اوكي دونك هذا هو الدوم باش خدينا واحد التفسير اللي هو سامبل. لا ديفيرونس ما بيناتهم الدوم اي بي اي كي انتراجي مع داك الاتش تي ام ال كود اللي كنديرو او الدوم فيه دي زيليمون اللي عندهم علاقه بالكود اللي حطينا. البام عنده علاقه بالبروزر وكيفاش كان انتراجيو معاهم. دونك جوج ديال لي زابي كل واحد ولا رول ديالو. حنا اللي كيهمنا من الدوم كدوم هو كيفاش نمانيبيلو داك التري
التري اللي قلنا هي هذه كيفاش نمانيبيلو هاد التري واللي كيهمنا من البام هو كيفاش نقدروا انترفاسيو ولا كيفاش نقدروا انتراجيو مع البروزر الا بغينا معلومات عليه ولا شي حاجه فحال هكا راه كاينين بزاف ديال لي فونكسيوناليتي ما كاينينش غير هاد كاين واحد الليست وهذا الدام هو فيه بزاف ديال الحوايج اللي كتقدر دير مي حنا حاولنا نحطوا الفوكس ديالنا على داكشي اللي تيهمنا اوكي اشنو كاين ثاني اون نيفو ديال هاد ويندو كاين اي حاجه غنقدروا نكريوها حنا اون نيفو ديال جافا سكريبت اللي كتعني مثلا الا كبيتي اوبجكت الا كبيتي اري ولا كبيتي فانكشن ولا كاع كبيتي واحد الفاريبل خدمتي بالفار كيورد غادي ناخذ اكزامبل غنمشي للكود اس تي ام ال ديالي هنايا وغادي نحاول نزيد واحد التاك دونك ندير سكريبت او غادي نكري واحد الفاريبل مثلا فول نيم اسمي عربيوي مهدي اي غادي نجي هنا وغنكري واحد الفانكشن جيت فول نيم وغادي نسافر شوني ليا هاد فول نيم اوكي سو الى جيت انا او نيفو ديال ها نحل بعدا الفيشي عندي او نيفو ديال البروزر اكشواليزي لا باج او غادي نافيشي ويندو كيف ما قلنا باش نرجع للسلايد ديالي كيف ما قلنا اي حاجه كنكريها او نيفو ديال جافا سكريبت اوبجكت اري فانكشن ولا حتى جلوبال فاريبلز غنقدر ناكسيد لهم من هاد ويندو راه نشوف واش هاد الهضره اللي قلتها صحيحه دونك غنجي هنا وندير ويندو ديفلوبي هاد ويندو اي غنحاول نقلب على الفاريبل ديالي اللي هي فول نيم هاي فول نيم دونك كاينه كجلوبال فاريبل او نيفو ديال ويندو نقدر ناكسيد ليها كاع الا بغيتي باش نتاكدوا نقدر نجي هنا وندير ويندو وندير فول نيم دونك اي حاجه حنا الا كبينا هاد الفاريبل ولا جلوبال فاريبل كنقدر ناكسيد ليها بهاد ويندو ولا نقدر ناكسيد ليها ديريكتوم فهمتي بلا ما نكتب هاد ويندو شوفوا ثاني واش عندنا الفانكشن ديالنا حيت قلنا حتى فانكشن كيتستورا ولا كيستوكا او نيفو ديال هاد الجلوبال اوبجيكت اللي هو ويندو شوفوا هادشي واش كاين دونك غادي نمشيو اسميت الفانكشن ديالنا جيت فول نيم ها هي جيت فول نيم هي كاينه او نيفو ديال ويندو دونك غنجي هنا وغندير ويندو جيت فول نيم اوتوماتيكمون كيف ما كتشوفوا هنا جوجل كروم كيدير لي واحد الاتا كومبليت بحال راه عارف كو عندي بزاف ديال زعما او نيفو ديال داك الدوكيمنت كامل ولا او نيفو ديال ويندو سوري سو الى درنا هنا تقدر تاكسيد ليها من هنا ويندو جيت فول نيم ولا تقدر تاكسيد ليها ديريكتومون لان اي حاجه كاينه في ويندو تقدر تاكسيد ليها هنايا ديريكتومون بلا ما تكتب ديك ويندو جيت فول نيم لان اصلا ما كنديروش هادشي مي البروزر كيفاش كيفونكسيوني بانه كيشد اي حاجه انت كبيتيها او نيفو ديال جافا سكريبت وكيحطها في هاد الجلوبال اوبجيكت ولا كيحطها في هاد الجلوبال فيريبل اللي هي ويندو باش كتولي اكسيسيبل دونك شنو كيهمنا حنايا كو اللي كيهمنا حنا هو هاد لابار اللي هي الدام كيفاش غنخدموا بهاد التري وغادي نقدروا نديروا دي مانيبيولاسيون عليها هادشي اللي كيهمنا حنا كجافا سكريبت ديفلوبرز ملي كنبغيو نمانيبيولو في الدام يعني اي كود اس تي ام ال كتبناه كيشكل لينا واحد النسد نودز واحد المجموعه ديال الزلامه اللي كنبغي نديروا عليهم بيهيفيرز على حساب البروغرام ديالنا دونك شنو غادي نخدموا حنايا بهاد لابار يعني هنا اكتشفتي شنو هو الدام اللي هو واحد لي بي اي اللي كان انترفاسيو فيه ما بين جافا سكريبت وما بين البروزر باش كنديروا دي مانيبيولاسيون عرفنا كو البام هو واحد لابار ولا كيفاش كان انتراجيو مع البروزر هو واحد لابي اللي كيخول لينا باننا ناخذ دي زاكسي على البروزر او بزاف ديال الفونكسيوناليتي عرفنا كو هاد الويندو جلوبال اوبجيكت كيتستوكا فيه ماشي غير لي زيليمون اللي هما دوكيمنت ولا دي زيليمون اللي عندهم علاقه بالبوم مي في حد ذاته كنلقاو كاع الاوبجيكت والاري ولا الفانكشنز اللي كريناهم كنلقاهم اكسيسيبل اونيفو ديال ويندو يعني انت اون فوا كتحل داك البروزر واخا تكري بيج اللي هي امبتي واخا تكري واحد لاباج اللي هي خاويه واحد الشيء كامل كيدير له سيت اب من الاول كتحط واحد الويندو كتحط واحد الدوكيمنت اللي كتولي كتقدر تاكسيد لي زابي كاملين اللي كاين اونيفو ديال البروزر وتانتيراجي معاه اوكي هنا غادي ندير واحد التوضيح دام لافونتاج ديال الاي بي ايز دابا ولا الويب اي بي ايز اللي كاين اونيفو ديال البروزرز مثلا ملي كنبغيو نمانيبيوليو بهذاك الكويري سيلكتور وغنكتشفوا هاد السانتاكس من بعد يعني بحال اللي قلتي ستاندارديز يعني دابا ولات سيمبلر اشنو كنعني بهاد الهضره ديالي بانك كلشي كتقدر تمانيبيولي الدوم بواحد اللونغاج اللي ولا ستاندارديز مثلا جوجل كروم ولا سفاري ولا فايرفوكس بحال امبليمونطاو واحد لا ميثود كيفاش نقدروا انتراجيو مع الدوم بواحد اللونغاج اللي هو نورماتيف هو ستاندارديز ماشي غتلقى لونغاج اون نيفو ديال فايرفوكس وغتلقى لونغاج اون نيفو ديال جوجل كروم وغتلقى لونغاج اون نيفو ديال سفاري دونك حاولوا ستاندارديزيو باش يسامبليفيو لينا لوتيليزاسيون ديال كيفاش نقدروا مانيبيوليو هاد الدوم من قبل كان مشكل
من قبل كنتي مثلا كانوا لي نافيغاتور بحال انترنت اكسبلورر فايرفوكس ولا شي حاجه بحال هكا ما عندهمش نفس ستاندار. داكشي علاش الناس من قبل كانوا كيخدموا بجي كويري باش كيمانيبيوليو الدام ديالهم. دونك جي كويري بما انه ما كاينش ستاندار, بانه ما كاينش واحد لونغاج ستاندارييزي, كنضطروا باش نخدموا بواحد ثيرد بارتي سولوشن كيف ما كتسمى, واحد سولوشن وحده اخرى اللي هي ليبراري كنخدموا بها ديال جافا سكريبت اللي كتخول لنا بان نديروا مانيبيوليشن. اشنو بغيت نوصل لكم هنا؟ ماشي كنقول لكم ما تخدموش بجي كويري. جي كويري كتبقى واحد اللانجويج اللي تقدر تطيح فيها كتحتاجها. بحال مثلا الا كنتي خدام مع شي تيم كبيره اوكي, وديك التيم ما دايرهاش المينتيننس للكود بيز ديالها, خدام شي كود بيز خدام بشي كود بيز اللي هي قديمه وخاصك دير المينتيننس لهذاك البروجيكت والكود بيز هي في حد ذاتها بجي كويري. دونك جي كويري خاص يكون عندك عليها واحد العلم باش تقدر دير المينتيننس ديال داك البروجيكت. ولا كتلقى شركات في حد ذاتها باقا كتخدم بواحد ستاك اللي هو قديم. انا ما تنقولش بان هاد الشركات اوت ديتد, ولكن ما يقدروش يديروا ديك لا ميغراسيون. دونك بما ان جي كويري ديجا امبليمونتي بزاف ديال البروجيكت وجي كويري ديجا كنلقاوها بزاف ديال المشاريع وبزاف ديال الكود بيزس, يعني من الاحسن نعرفها وناخذ عليها واحد البيزك. مي حنا اللي كيهمنا ماشي كيفاش نخدموا بجي كويري, لان جي كويري كيف ما قلنا تقدر تكون واحد 20% طيح فيها ولا 25%. دابا ما بقاش كتحتاج تخدم بواحد ليبراري باش مانيبيولي الدام, لان داكشي كامل اللي كاين في ليبراري كاين تقريبا او نيفو ديال هاد يعني او نيفو ديال الاي بي اي ديال البروزيس ولا او نيفو ديال الدام اي بي اي. كيفاش مانيبيولي هادشي كامل بلا ما تزيد ليبراري كامله في حد ذاتها. اوكي, كان هذا تفسير وتوضيح. Thanks for watching this video.